الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مستمعي الكرام في كل مكان، أعزائي الطلاب، الآن أقف بك عزيزي الطالب، عزيزي المستمع، على حقيقة هامة، أو إن شئت فقل على الأهم، على الهدف الأهم من أهداف دراسة هذه الوحدة، ألا وهي بناء العقلية والذهنية القادرة على مواجهة تلك الأفكار المزعومة والاتجاهات الفكرية المدمرة. إننا الآن نستطيع أن نقف في هذا الدرس على موقف المسلمين من التنصير، والآن وبعد أن وقفنا عزيزي الطالب على هذا الخطر الداهم وعلى ما حواه فكر التنصير، كيف يمكن للمسلمين أن يواجهوا تلك الحملات التنصيرية؟ لا بد حتما من مواجهة هذا الخطر الداهم للتنصير، لا بد حتما من اتباع استراتيجية بعيدة المدى وفق استراتيجية المنصرين أنفسهم، ومنوط بكافة فئات الأمة المسلمة حكاما وعلماء وشعوبا لمواجهة حاسمة لهذه الفكرة المنصرة، وذلك في النقاط التالية التي يحملها هذا الدرس. أما عن تلك العناصر، فإن العنصر الأول منها يتمثل في بيان موقف حكماء الإسلام من التنصير. النقطة الثانية نبين فيها موقف العلماء من التنصير. النقطة الثالثة نبين فيها موقف الشعوب المسلمة من التنصير. أما عن مواجهة حملات التنصير عبر فئة المسؤولية العامة التي تتمثل في موقف الحكام أيا كانوا في ربوع الدنيا المسلمة، فإن الخطة الاستراتيجية التي تكفل المسلمين المواجهة الحاسمة للتنصير تكمن في اتحاد الجهود وترابط الأمة، فليس الحكام وحدهم قادرون، وليست الشعوب وحدها قادرة، وليس العلماء وحدهم قادرون، وإنما الجميع لابد أن يتكاتف في هذه الهجمة لمواجهة هذه الهجمة الفكرية الشرسة، وذلك في النقاط التالية. أولاً، هذا هو دور العلماء، دور المسؤولين، أن يعمل كل مسلم على إقامة الدين في نفسه وعشيرته. أيضا أن تعمل الحكومات في البلاد الإسلامية على تحكيم شريعة الإسلام ونشر المعرفة الدينية ومحاربة المذاهب الهدامة حتى لا يستشري خطرها في قلوب أبنائنا وعقولهم، وكذلك ليوجد الوعي السياسي الذي يدرك مخططات الأعداء ليقوموا سريعا بإحباطها. كذلك من أهم تلك المواجهات إنشاء مراكز رئيسة للدعوة الإسلامية وإنشاء فروع لها في كافة أنحاء العالم الإسلامي والسعي لتوحيد الجهود والأهداف. كذلك من أهم نقاط مواجهة حملات التنصير تطوير التعليم. لقد عملت الآلة التنصيرية على أن تدمر الأمة عبر التعليم، فماذا عن مواقف المسلمين تجاه هذه النقطة؟ إن تطوير التعليم في عالمنا الإسلامي والمساهمة في إنشاء المدارس المزودة بكافة الوسائل المعاصرة التي تواجه التنصير بكل صوره وإشكاله، إنما تساهم في تربية جيل يستطيع أن يتخلص من مشكلات العصر وأن يدحر تلك العراقيل التي توضع أمامه. أيضا من تلك المواجهات إنشاء مجلة كبرى لتتبع أخبار إفريقيا ولتناظر تلك الأفكار المسمومة وتقف في وجهها. كذلك أن تقوم بتزويد إفريقيا بمعلومات كافية عن الإسلام ومخططات الأعداء. لماذا قلنا إفريقيا؟ نعم، إن سعي الغرب دوما إلى إفريقيا بما تملك من خيرات وتملك من أرض خصبة فيها من الخير وفيها من سهولة انتشار التنصير بقوة، كذلك آسيا وكذلك كل دويلات العالم الإسلامي تقريبا تحتاج إلى إنشاء تلك المجلات الكبرى. أيضا تأليف ونشر الكتب الهادفة بكل اللغات الإسلامية لمحاربة الآراء المناوئة، وأيضا إنشاء معاهد لتدريس لغات إفريقيا كبرى وتدريب الدعاة المسلمين وإنشاء معاهد تأهيل الكوادر الإسلامية للقيام بالدعوة الإسلامية حتى نحقق مقارعة الحجة بالحجة ومواجهة الجهود بالجهود. نعم، إن من بين تلك المواجهات أيضا
إنشاء مراكز أبحاث خاصة بالشؤون الإفريقية لرصد أنشطة التنصير وتقديم أنفع الحلول وأنجعها في الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا من مواجهات التنصير إيجاد إذاعات قوية، ولا أقول إذاعة واحدة، تصل إلى أماكن التنصير خاصة في إفريقيا وبجميع اللغات. ذلك أن التنصير قد نجح تماما في استخدام التكنولوجيا الحديثة كما قلنا في نشر وبث القنوات والإذاعات والبرامج والأفلام إلى غير ذلك التي تعمل على نشر التنصير. إذن لابد من واجهتها بالقوة في نفس المضمار. أيضا وأخيرا نقول إننا نستطيع أن نواجه التنصير بتيسير المنح الجامعية لطلابنا المسلمين في الجامعات الإسلامية، مع الحرص على تأهيلهم من خلال جهد دعوي مكثف ليعودوا دعاة إلى الله عز وجل، وليسلحوا تماما بسلاح مواجهة الفكر بلغة معاصرة وأسلوب جديد، حتى يستطيع أبناؤنا أن يواجهوا هذا الخطر الداهم. وهذا هو المعروف بالتنصير. أعزائي الطلاب، أكون بذلك قد وقفت بكم على كيفية مواجهة حملات التنصير في عالمنا الإسلامي، وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ذلك.